سلام الله عليكم أحبابنا الكرام، معكم حمادة القرشي من هذه القناة الراوي ستوريس. وفي رواية مخطوطة الفصل الثالث، من تأليف وكتابة محمد أمين، ومن تقديم حمادة القرشي. كل التواصل الاجتماعي ديال محمد أمين بما فيهم المدونة والصفحة ديالو في الفيسبوك غادي تلقاهم في الوصف. أيضا كل التواصل الاجتماعي ديالي أيضا بما فيهم الانستغرام والصفحة ديالنا في الفيسبوك غادي تلقاهم في الوصف أيضا. واللي عنده شي قصة أو حاب يشارك معنا قصة ديالو أو ديال شي حد كيعرفه فمعلي غير يتواصل معي في الانستغرام ولا في الصفحة وندوزو له القصة ديالو إن شاء الله. وما تنسوش أيضا تشتركوا عندي في القناة الاحتياطية ديالي اللي غادي نبقى نحط لكم فيها من بعد فيديوهات مختلفة على هذه القناة. أما اللي مازال ما شاف الرواية ديالنا في الفصل ديالها الأول والثاني فكننصحكم أنكم تتبعوها من الأول وترجعوا تكملوا معنا، وما تنسوناش بالاشتراكات ديالكم. من الإحصاءات اللي شفتهم في اليوتيوب تقريبا 45% من الناس اللي كتشاهد القصص ديالنا ما مشتركاش، وللأسف كنتمنى أنكم تضغطوا على زر الاشتراك ونوصلوا هذه القناة لأبعد مدى، فبيكم احنا غادي لقدام إن شاء الله. وما نسوش أيضا اللايك والتعليقات كثيرة باش يقدر يطلع الفيديو للناس اللي مازال ما شافت القناة. حطوا أي حاجة، تعليقات، قلوبة، المهم غير علقوا، نحتاج للدعم ديالكم بزاف أخوتي. فما نطولش عليكم، قواني الاستماع. فخلونا نبدأ القصة. قوانين الاستماع كما العادة، البس السماعات واجلس في مكان هادئ وبعيدا عن الضوضاء، اطفئ الأنوار طبعا، وكنت منها لكم أقصى درجات الرعب. ويلا نبدأ قصص رعب وارتعاب، هلع وفزع مع القرشي حمادة. لكل قصة إفادة، إن لم تستوعبها فعليك بالإعادة. كان هذاك الغوات بالجهد بحال شي زواقة حدا ودنك، ناض لفقيه بالزربة من جهة البيت. أما أنا بقيت غامر ريح في البيت ومرعوب حيتاش غير شفت وقاس المخطوطة وهي تغوت. شوية حبسات الغوات وهدأها لفقيه بصورة قرآنية اللي كنت كنسمعها من الصالون، بقى معاها شحال تخرج لعندي واللون ديالو كله مخطوف وكيلهت. سولته مالها، قال لي هز ورقتك، وخرجت سناني. قالها باللهجة غاضبة، حسيت بيه بحال رد عليا اللومة، وبقى فيا الحال. هزيت المخطوطة وجمعتها في البوشيطة وخرجت ديركت لجهة دارنا وكاع ما استنيته. رجعت للدار وتسخرت الوالدة، تكيت في الناموسية وكنخمم اش يكون وقع للبنت الفقيه. بقيت كنفكر شوية، طاحت لي البنت اللي دارت لي كومونتير على القصة اللي حطها احمد. شعلت التليفون بالزربة وشفت في الميساج وكتبان لي خلات لي فيه في. كتبت ليها: اختي حافك جاوبيني، وفي البلاصه شفت عاود تاني في، عرفتها انها مكونيكتي في ديك اللحظه لكنها ما بغاتش تجاوبني. خليت على خاطرها وسديت التليفون وبقيت غير متكي وانا كنفكر فين كان محاول البنت اللي ديما معاه. فكرت في احتمالات، ياك ما محمش للدار ديال الفقيه ويكون عارف مسبقا انني مشيت لعندو. بقيت كنخمم حتى كنسمع الوالد كيعيط ليا. خرجت لعندو، قال لي باللي الفقيه عيط عليا وقال لك ترجع لعندو دابا. قلت ليه بلاش، خليها حتى الغدا. هنا نطق الوالد وقال لي: دابا ويعني دابا، واش انت يا باغي الدواء ولا نستناو حتى طيح شي روح؟ يلا نوصلك نيت رجلي برجلك. مشينا لعند الفقيه لدارو انا والواليد، لقيناه كيستنانا عند الباب وبحال لا معصب. تسالم مع الواليد وقال ليه دخل.
كنت بغيت ندخل معاهم، لكن الفقي حبسني. فكرت انه غادي يفضحني وغادي يقول ليه كاع داكشي اللي قلت ليه. والشوه الاكبر هي الى قال ليه انني نعست مع بنت خالي. ما فكرش ديك الساعه اش كندير، مشيت تبعت الفقيه وشديته من يده وجريته لعندي. قلت ليه بصوت خافت، عندك تقول ليه شي حاجه؟ راك وعدتيني تسترني. هز يدو بجوج في السماء وبدا كيغوت وكيقول راه بنتي تمسات، راه بنتي تعوجات، انت معاهم ياك؟ انت معاهم؟ علاش ما قلتيهاش ليا من الاول؟ علاش تخليتيني نمسها؟ ديك الورقه مقطعه من كتاب خطير اللي سميتو العزيف. وطاح لركبيه وبدا كيبكي، وهنا شاف فيها الوليد وقال هذا ماله؟ ولدك اللي ماله؟ عمرني شفت الفقيه بهاد الحاله، كان غير بوحدو كيترعد وكيتمرد في الارض. اه صعيب تشوف بنتك كتمحن، لكن الراجل عارف بينه وبين الله، خاص تكون عنده مقدره ايمان بالقدر. هدأ الوليد الفقيه شويه وطلبنا منه ندخلو نشوفوها. دخلنا لدارو، ولكن ما خلاني ندخل حتى تاكد باللي ما جبتش معايا المخطوطه. بركنا في الصالون وقال لينا استناو دابا نجيبها. ما دازتش بزاف نتاع الوقت حتى جابها لينا، وكلها عوجة وبواحد المنظر صعيب حتى تشوف فيها. عوجة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يديها معوجاهم بحال شي مونغوليان، وعينيها كيشوفوا الفوق، والفم ديالها مايل شوية لجهة ديال الحنكة اليسر، والريوك ديالها هابطين منه، والعنق كان عوج بطريقة مخيفة الجهة ديال الكتف اليمين. كانت فعلا كلها مشكوات ريئة. أنا يتصدمت من اللي شفتها في هذيك الحال، أما الوالد فبدا غير كيردد لا إله إلا الله. وسولوا الوالد مالها وقال لي كانت صحيحة في الصحة، حتى جا عندي ولدك وجاب معاه كحبت. دار عندي الفقيه وأنا كنت كنشوف فيه بنظرة بحال اللي كنقول ليه هالعار هالعار ما تعودش ليه، هالعار ما تعودش ليه. سكت الفقيه وبقى كيشوف فيها. دار الوليد عندي وشافني كنشبك في صباحي، مالك وليدي كتزير؟ ما قدرش نهز عيني في الوليد، بقيت غير ساكت. الفقيه طلع الرجولة وجمع النفس وشهق شهقة طويلة وقال أستغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم. من بعد كمل كلامه وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وتهدن مزيان وقلب الموضوع، أنا بغيتكم تعاونوني نرقيوها، وهاد الرقية غادي تكون مختلفة على اللي درت لولدك. هنا قاطعوا الوالد، ولكن أجب ولدي ليك، وعلاش ما ديتيهاش للسبيطار؟ السبيطار بنتي النار كامل كنلعب معها، كانت صحيحة ومزيانة، كون كانت شي حاجة عضوية نديوها للسبيطار، لكن هذا مس شيطاني انسي. وهنا شاف فيها بنظرة وحسسني بيها باللي أنا هو الشيطان. صرت الطريق ديالي كردة فعل من دوك الشوفات، وقلت للفقيه وشحال يكون في العمر ديالها؟ الفقيه سها وبقى كيشوف بنته بحال شده البكي وقال في العمر ديالها 10 سنين. وشوية سولنا الفقيه وش راكم موطين؟ قال له الوالد انا لا، خرج من الصالون ودور عليه التكليم، كاين البيت الما تماك توضى. ومشى الوالد يتوضى، جا الفقيه الجهة ديالي وبرك حدايا، وكان حاضن بنته كيمسح ليها ريوقها. وانت موطي؟ اه موطس الفقيه. عقد حجبان وخنزر فيها وقال اقسم باللي خلق الدنيا والدين، الى حتى غادي نفك بنتي واخا نعرف نرجع نخدمهم معايا. هنا كان كيقصد الجن، ومن بعدها غنعرف ما ندير معاك. خلعني بهذوك الشوفات لدرجة ما قدرش نتنفس ولا حتى ننطق بشي كلمة. هذا لا،
هذا ماشي هو الفقيه اللي قال لي الغيرة على ديني هي اللي كتخليني ننفهل. هذا مختلف كليا على هذاك الفقيه. ماشي هو مشى لجهة الشرجم الوحيد اللي كان في الصالون، سدوا ولا عليه الخامية، من بعد رجال عندي ومد لي البنت نهزها. وانا ينطقت وقلت ليه غير حطها هنا يا سي الفقيه، حيت بصراحة ما كنعرفش لا كيفاش نهزها ولا منين نشدها. خنزر فيها الفقيه وقال ما تنساش باللي انت هو السبب في هاد الشي، عاوني لو بغيتي نشوف حالتك، ومد لي البنت. ولكن يا سي الفقيه انا منين غادي نشدها؟ دير اليد في العنق والاخرى في الخصر ديالها، ومعاك انت بارك حكمتها مزيان، من غادي تشدها غادي تحس بحال العنق ديالها كيبغي يدور لجهة الشرجم. وفعلا ملي شديتها كنت كنحس باللي الراس ديالها باغي يدور لجهة ديال الشرجم، والجسم ديالها كله كيترجف ارتجاج بسيط وكيخرج من فمها انين خافت، ما سمعتو حتى هزيتها. علاش السي الفقيه الراس ديالها باغي يدور؟ ما عرفتش، يمكن راهم ضايرين بينا. المهم ما تخليهاش تدور راسها، ودير العكس داكشي اللي باغي داك الشيطان اللي ساكن فيها، واستناني حتى نشي. مشى الفقيه وجا الوليد برك حدايا، شافني هز البنت وبقى كيطلع وكيهبط فيها مزيان، وقال لي منين غادي نرجعوا للدار غادي تعاود ليها كلشي، حيت هادشي ما كيدخلش للعقل، وعارفك لانتا ولا الفقيه مخبيين عليا شي حاجه وانا بارك بيناتكم بحال الحمار. كذبت عليه كيف العاده وقلت ليه انا براسي الوليد ما عرفت اش وقع. قال لي الفقيه جي لعندي وجيت لعندو باش يرقيني، رقاني شويه ورجعت للدار، هادشي اللي كاين. ومن بعد عاود عيط عليك، رجعنا وشفنا الحاله ديال بنتو، انا كنت معاك اصلا في الدار، كيفاش غادي نعرف اش وقع؟ هادشي اللي كاين الوليد. راك ولدي وكنعرفك كثار من راسي، عمرني شفتك حطيتي جبهتك على الارض وصليتي الا مؤخرا، وهذا التحول هو اللي نوض لي الخوخ في راسي. وليتي تمشي للجامع وقللتي من الخروج والصغير، وحتى صحابك ما بقيتيش معاهم، تبدلتي من نهار قجيتي امك، واش تمسيتي ولا تشيرتي الله اعلم. خوك ولا يقول انك تهضر مع شي واحد في بيتك وكيسمع شي تقرقيب بالليل، اختك ما بقات بغات تقرب منك، امك ولات غير خايفه منك لا تقجها تاني. هنا يا قاطعت وقلت الوليد الا بغيتني نخرج من الدار غادي نخرج. ها انت خرجتي كاع، فين غادي تمشي؟ انا يا وليدي بغيت نعرف اش مخبي في داك الراس. وبقيت غير ساكت، حيت عالم العلم اليقين انه ما غاديش يتيقني، واخا الوالد ما قاريش، لكن عارف ان الشيطان ما غاديش يقول لي صلي وعبد الله ولا طير المعصا. بقى كيشوف فيا الوليد وكيقول لي ايه تكلم وليدي، راني كنسمعك بلا ما تبقى ساكت. انا بقيت متردد وفي خاطري كنقول امتى غادي يجي داك الفقيه. شويه بدات البنت كتحرك بين يديا وكتحاول تهبط رجليها باش توقف، منعتها وعودت المحاولة ديالها ومنعتها تاني، وفي كل مرة كتزيد القوة ديالها. كنت كنشد رجليها وكنرخف شوية على العنق ديالها، وملي كنرخف على العنق ديالها هي كتبغي تدور وكنعاود نحكمها. بقيت هاكك حتى بدات كلها كترجف. انا يا ما شدتني الخلعة رخفت عليها شوية وهي تدور راسها بالزربة لجهة الشرجم، بدات كتضحك بطريقة هستيرية. شديت راسها وحاولت ندور وما قدرتش، شفت في الوليد اللي باين من الملامح ديالو انه مرعوب. قلت ليه اجي اجي الوليد عاوني. ناضو شدينا راسها بجوج ودورناه بزز باش ما تشوفش الجهه ديال الشرجم. بقينا متضاربين معها حتى جاء اخيرا الفقيه، جاب معاه ازار بيض ومجمر وبزاف ديال الشمع. شافنا شدينها وقال لينا اش كديرو؟ راه فلتات ليا وطلبت من الوليد انه يعاوني. صافي غرت القوى وحطها ليا في الارض، نط وهزيتها وحطيتها في الارض، وبدا الفقيه كيقول لي دورها ليا هنا، لا اللي صار شويه بحال باغيها تقابل مع شي حاجه. وملي سولته علاش هادشي باغي يقابل راسها مع القبله،
قبلناها مع القبلة ولا عليها الفقيه إيزار، بقى كيدور عليها بحال غادي يكفنها. جبد من الجيب ديالو ميكا فيها ملحة، هز منها شوية بجوز الصباح وطلب من الوالد أنه يحيد الإزار من راسها فقط. ومن بعد شاف فيها أنا وقال شد ليها عينيها وما تخليهمش يتسدوا باش نخوي شوية ديال الملحة فيهم. ولكن السلفقيه أصلا العينين ديالها محلولين وما كيرمشوش كاع. دير داك الشي اللي قلت ليك وبلا ما تعصبني. شديت ليها عينيها بزز مني، ولكن بصراحة أنا ما شاد والو، كنت غير حاط يدي. وقرب الفقيه يديه على عينيها وقبل ما يلوح الملح قال فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقرأ لها سورة آل عمران غير كملها وهي تسد لبنت عينيها بالزربة. زيرات عليهم مزيان حتى بانوا دوك التكماش في عينيها، وشاف فيها الفقيه وغوت. حل اش كتستنى؟ حليتهم غير بالزز وهي بدات كتغوت وكتركل. درنا كل عين على حدة اللي منية عاد لإصرية. خوى الفقيه شوية في العينين بجوش وبدات كتدمع وكتهز بطريقة مخيفة، لكن الفقيه بقى حاكمة حتى عيات وتهدنات شوية. رجع لها الإزار فوق راسها وطلب تاني من الوالد أنه يبرك ليها على رجليها. حسيت أن القادم غادي يكون أعظم، وحسيت أيضا أن رجلي غادي يفشلوا عليا. شداتني واحد الدوخة حتى قلت في أي لحظة غادي نغيب على الوحي، حيت هداك الكم من الخوف اللي كاين في صدري ما نقدرش نستحمله أكثر من هكذا. يلا برك على رجل البنت مزيان. أنخاف السلفقين الرسالية راها الدرية صغيرة. دير داك الشي اللي قلت ليك بلا هضرة زايدة. حتى واحد ما قدر يرد على الفقيه في ديك اللحظات، وخا أنه بالغ في الغوات شوية، حيث لا أنا ولا الوالد كنا مرعوبين وكنتسناو غير إمتى نخرجوا من هناك. برك الوالد على رجل البنت وشعل الفقيه سبعات الشمعات دورهم عليها ثلاثة في كل جنب، والسابع هز في يديه وبقى كيقول آيات من القرآن لكن مخلطين بكلمات ما مفهومينش. حط الشمعة السابعة حدا راسها ولاح البخور في المجمر، وهنا يتكونات واحد السحابة من الدخان اللي غطات الصالون بالكامل. وبقى الفقيه غير كيتمتم بدوك الكلمات واللي أصلا ما كناش فاهمين شنو كان كيقول، وكيغوت وكيهز في يديه وكيدير شي حركات غرابين، وبعض المرات كيتخطى البنت. هنا البنت بدات كتحرك، شاف فيها الفقيه بلا ما يهضر أعطاني إشارة فهمتها. دخلت وسط الشموع، هنا بدات كتحرك بقوة ماشي قوتها، لدرجة الوليد ولا كيتهز وكيتخبط. هز الفقيه شمرة وجبد اليد اليمنية ديال البنت، وهنا سمعته كيقول سامحيني سامحيني الكبدة ديالي، وحط الجمرة في يديها وسد عليها. هنا تلقات البنت واحد الأنين، والله حتى قلت الروح ديالها غادي تطلع. أنا قلت الروح ديالها غادي تطلع. خرج الفقيه خارج من الدائرة ديال الشموع وسجد وقال واحد الكلام عرفته في ديك اللحظة، أنه شرك بالله. من اللي سجد وقال أنا عبدك ابن عبدك، ناصيتي بيدك عادل فيا حكمك، آمنت بك وكفرت بالله محمد وعليك يد. أستغفر الله العلي العظيم، أستغفر الله العلي العظيم. وقبل ما يكمل ناضت البنت ودفعتني ولاحت الوليد من فوق رجليها. هادشي ماشي القوة ديالها،
هذه القوة ديال داكشي اللي فيها، وقفات على رجليها وهي كلها شاحبة، والعروق في الوجه ديالها ولاو بارزين، والعينين حمرين بشكل مخيف. بقات كتشوف فيها وكتنقز وكتقمش راسها وكتغوت ليا فوتني بواحد الصوت حرش لدرجة الحيوط كنت كنحس بهم كيتزعزعوا. انا سديت عيني في هذيك اللحظة بقوة الخلعة، حتى كنسمع جوج تصرفقات حارين شوية عم الهدوء. فجأة نغزني الوليد غوت وقال لي تبحر آخر جات. حليت عيني وكنشوف الفقيه مسرح وسخفان والحناك ديالو حمرين والباب ديال البراكة محلول. خرجت بالزربة وكنلمح البنت كتجري، جريت من وراها وحاولت نتبعها لكن كانت هربانة بسرعة كبيرة. البنت ديال 10 سنين ما قدرش نتبعها، وانا في عز شبابي سخفت ووقفت. لحق علي الوليد وقال لي فين مشات البنت؟ بقيت غير كلهت وشيرت بصبعي لهذا الشيء. خبرت الوالد على النظر ديالي، وخا كان غير الخلة تماك خبرات عليا. شد فيا الوالد ورجعنا لعند الفقيه، واللي من بعد البصلة فاق ومع حل عينيه بقى كيغوت يسرى يسرى فين هي؟ يسرى بنتي يسرى بنتي يسرى بنتي فين هي؟ حضر راسه الوالد قال لي هربات وما عرفناش فين مشات. شد الفقيه في راسه وبدا كيبكي وكيقول استغفر الله العلي العظيم استغفر الله العلي العظيم وسامحوني بزاف سامحوني، ودابا يمكن لكم ترجعوا للدار، البنت لما بعيداش غادي ترجع. حتى من الوليد كان مرعوب وكان غير على سبا، قال لي الله يعاون. رجعنا للدار وفي الطريق قال لي الوليد راك سمعتيه كيرقي بالقرآن ومخلط بشي تخربيق، وملي سجد قال انا عبدك ابن عبدك، وخانا وليدي ما قاريش، ولكن انا عارف ان هذا ذنب جرنا معاه. حتى انا قلتها مع راسي هذاك ما بقاش فيه فقيه، حيت بين لينا الوجه ديالو الحقيقي انه مشعوذ، وطلعت هو منافق. وخا ما عرفت لمن قال ديك بك امنت، انا اللي بقت فيا هي ديك البنت، فين غادي تكون مشات؟ رجعنا للدار معطلين، وغير دخلت مشيت للكوزينه وشربت الماء بزاف حيت كنت شحفان. بركت شويه هنا كنحس بالكتاف ديالي تقالوا عليا والرعده شاداني في يديا. دوك الاصوات اللي طلقات البنت وهذوك الغوات اللي بقات فوتني، عرفت انني ما نقدرش ننعس حيت هادشي اللي وقع ماشي سهل انك تنساه ما بين ليله وضحاها. دخلت لبيتي وانا منكري غير كندور في جنابي، خليت الضو شاعل وبركت فوق الناموسيه وانا كنقرا كاع داكشي اللي حافظ في القران. انا عمرني في حياتي امنت ان هاد المخلوقات كاينين، وكاع اللي مآمن ان هاد المخلوقات من الشياطين والجن كاينين ضروري كيكون عنده واحد الشك، خاصو حتى يشوف عاد غادي يكون عنده الايمان الكلي. كنت كنحس بشي حد من ورايا، كنحس بشي حد كيطلع عليا من الشرجم، كنحس بزاف ديال العيون مراقبيني، وكنت مستغرب ان موحى والبنت كاع ما بانوا ليا لحد الان. بقيت حال عيني تبدا كيجيني النعاس، ومع ديك 3 ديال الصباح تقريبا شويه وانا نتفكر هذاك الكتاب اللي قال لي الفقيه ان المخطوطه مقطعه منه كتاب العسيف. فطار مني النعاس دغيا، شعلت البيسي بالخلفه وكتبت كتاب العسيف في الخانه ديال البحث، هو يطلع لي بزاف المعلومات عليه. واول معلومه شفت هي ان الجلد اللي مصنوع به الغلاف ديال داك الكتاب هو الجلد ديال الموتى. بقيت غير حال فمي في دوك المعلومات كلهم، واللي كانوا كيهضروا على الموتى، تصنيف الموتى، قوانين الموتى، المؤلف الكتاب شاعر عربي من صنعاء سميته عبد الله الحضرت، وقريت عليه كيفاش عاش وكيفاش احتاجت الفكرة انه يألف الكتاب. لكن نهاية وخا الروايات كتختلف، الا ان كاع المعلومات اللي جمعت على ان عبد الله الحضرت مات موتى بشعة من بعد ما كمل كتابة الكتاب. لقيت واحد المقال يهضر على المؤلف عبد الله الحضرت، واللي تلاقى تفسيره في الكتاب نيكرونوميكون. عبد الله الحضرت عاش في الفترة ديال الحكم الامويين
في عام 700 الميلادي مشى لخرائب بابل ودار تحت أراضي مونفيس. مشى المدن بزاف من الإسكندرية وحتى الإقليم بن شاب، وبقى عشرات السنين بوحده في الصحراء الربع الخالي، لكن يقال أنها كانت مسكونة بالجن والشياطين. كان عنده مع اللغات بزاف، استخدمها في ترجمة مخطوطات كثيرا مع حيرة العلماء. وفي السنوات الأخيرة مشى لدمشق، ألف كتاب اسمه العزيف في عام 730 ميلادي، واللي تعرف من بعد بالنيكرونوميكون. تكلم فيه على أشياء كصعاب أو من المستحيل يصدقها العقل، مثلا أنه شاف أرم ذات العماد، هذه المدينة الضخمة الهائلة بالإضافة إلى الجنس الآخر أقدم من البشر، بحال اللي طرا مع نوستراداموس واللي استخدم السحر خاص باش يعرف المستقبل، عكس الحضرات اللي استخدم السحر شبيه ليه باش يقرأ الماضي على طريق النطاق الجثث والاستحضار الأرواح. بحال قاع السحرة والمشعوذين جا الموت والاختفاء ديالو بشكل نهائي عام 738، كيف ما قال ابن خلكان المؤرخ في القرن 13 أنه اختطف من طرف جثة ديال امرأة من بعد ما حفر القبر ديالها وحاول يستنطقها. أنا هنا يصر الطريق ديالي بالخلعة، حاولت نقنع راسي بلي هادشي غير تخربيق، وكيفاش يعقل أنه يستنطق جثة وهي شبعانة موت، وكيفاش يعقل أنه مات في العصر الأمويين واستحضر روح ماتت في الثلاثينيات. لحظة، ضريح منصور بن عثمان، أو أن شي ساحر غير وتمكن من تفسير شي مخطوطة في كتاب الأصلي وقدر يستنطق جثة منصور، لكن ما معنى أنه يكون عنده خدام من الشياطين؟ من اللي تعمقت مزيان في المعلومات، كانت واحد الشريحة كبيرة من المتتبعين كيقولوا أن الكتاب خيالي وما عنده تشي علاقة بالواقع، لكن البعض أكد بشدة أن الكتاب حقا حقيقي وبشهادة السحرة. وهنا وأنا كنبحث طحت في واحد القصة دي لواحد السعودي اللي تاب وحلف أنها حقيقية، قريتها بالكامل في هذيك الليلة. كانت القصة طويلة وفيها 40 جزء، وكتحكي على البدايات دياله، فتعلم ومشى المالي والسودان والهند، وفي خلال الرحلة دياله فتعلم يهضر مع ما يسمى بالأرواح الهندوسية من اللي كان في الهند، واللي كانت كتدعي أنها خادمة الآلهة. تمكن أنه يهضر مع الجن في السودان بمساعدة أكبر المشايخ في السودان، واللي اكتشف في الأخير أنه أكبر ساحر ومنافق في ديك البلاد، وادعى أنه دخل في خلوة ربانية وزيد وزيد. هادشي ما همنيش قد ما همني أنه فاش كان في مالي تلاقى مع ساحر وقال ليه أنه مستعد يعلمه، لكن بشرط أنه يدير له شهرية بثمن محترم. وافق هذاك السعودي ودخل في واحد البيت اللي كان مبني فقط غير بالأوراق النخل، وقال ليه حتى تكون معلم يعني ساحر أو غادي تصدى. أعطاه داك الساحر كتاب اسمه العزيف، وقال ليه قراه لمدة 6 أشهر وراك ما غاديش تخرج من هاد البيت نهائيا حتى تكمله، وماكلتك وشرابك على حسابي، إلا صبرتي في هاد المرحلة عاد يمكن لينا ننتقلوا المرحلة الأخرى. حكى السعودي أن الكتاب كان مكتوب بالخط نتعيده وعامر كله بالمخطوطات ورؤوس حيوانات مخيفة، وحكى أنه كانت أسوأ 6 أشهر مرت في حياته، حيتاش في كل ليلة كان كيسمع صوت الخطوات كيدوروا في البيت، ومن اللي كان كيقلب على المصدر ديال الصوت ما كيلقى والو أو كيحس باليد على كتفه، وبعض المرات كيدخل قط أسود كيبرك في القنت نتاع البيت. تخلع هذاك السعودي وكان غادي يتراجع لولا أن ذاك المال يصبره حيت بقى معاه شي لياني. هاد القصة ما حكتش على عمق الكتاب أو على الأقل لغة ديال الكتاب، وداك السعودي ما فسروش بالتفصيل، سوى أنهم اللي سلا هداك الحس القلب ديالو مات وما بقاش كيخاف. تما كنتقلوا المرحلة الأخرى، حضر ليه داك الساحر المالي جني وتواصل السعودي معه بدون ما يخاف. كملت القصة ديالو حتى ضروني عينيا، وبدا تاني النعاس كيجيني، طفيت البيسي ونعست ساعتين بالحساب لأني فقت على الدقان ديال الباب ديال بيتي. حليت الباب شفت الوليد اللي كان مازال لابس حوايجو. الوليد مالك؟ راه اتصل بيا الفقيه وقال لي انه لقى البنت. تصدمت انا يا بعد الصرعه. اواه
وفين لقاها؟ لقاها ناعسة في المقبرة الشهداء. الموتى، الموتى تاني. كيفاش؟ لا والو الوليد، صافي يلا نمشي نخرجوا نشوفوها. راني قلتها ليه لكن قال لي دوز لعندي غير انت، اما ولدك لا. كيفاش؟ مالني انا؟ هاش قال لك في التليفون بالضبط الوليد؟ واش لقى عندي شي حاجه؟ ما عرفتش، اللي عارف هو انكم مخبين عليا شي حاجه. وصافي ابا بلا تعويض الهضره، الا قال لك سير بوحدك صافي سير بوحدك بلا بيا، وقول ليه هو يشرح لك. دخلت لبيتي وقلت مع راسي بلا هذاك التخمام الزايد اللي غادي يفرق عليا عقلي، حيتاش زدت فيه قد ما كان بغي نفسر هادشي اللي واقع لي قد ما كيزيد يتعقد. وقلت غادي نخليها للبهري تعالى هو اللي غادي يدير لي فيها الخير. وكملت على الناس اللي فيها حتى فقت على الصوت في ودني كيقول الساعة الساعة الساعة. هو في نفس اللحظة حسيت بالماء في الكامل الجسم ديالي، بحل شي حد بحل شي حد كيغسل فيا كيغسل فيا. يوتبا سلام الله عليكم من جديد. كانت هذه نهاية الفصل الثالث. كنتمنى أنكم استمتعتوا معنا في هذا التشويق اللي كان في هذه الحلقة، التشويق اللي كان كتير واللي خدينا فيه أيضا معلومات على كتاب العزيف ومن القصص الجانبية اللي كانت داخلة في هذا الفصل، يعني عشنا ثلاثة القصص في قصة واحدة. فدائما تساؤلات كاينين، ودائما الفضول معرفة الجديد كاين وحاضر، واللي هو متواجد في الداخل ديالكم وكتسألوا فيه الآن شنو اللي غادي يوقع في الفصل الرابع، وشنو حكاية هذا الفقيه اللي كان راجل دين وكيقيم بالصلاة حتى ولا كيعبد الشيطان. والعياذ بالله، أنا ما غاديش نطرح عليكم أسئلة كثيرة في هذه الحلقة، لكن بغيتكم انتوما تجاوبوني في التعليق وتكتبوا لي في التعليق التوقعات ديالكم اللي غادي يكون في الفصل الرابع، وتماك يشوف كل واحد واش كان قريب الفرضية ديالو ولا لا. فشكرا بزاف للاستماع ديالكم لهاد الحلقة، وأيضا ما تبخلوش علينا باللايكات والتعليق كثيرة. خوتي بغيت منكم تعليق كثيرة، قلوبة ورود تصفيقات أي حاجة، أي حاجة تكتبوها، المهم غير كتبوها، كل واحد يكتب 10 لي كومنتار باش نقدر نوصلوا هاد الفيديو يطلع شوية. وما تنسوش ما تنسوش ما تنسوش إلا ما كنتوش مشتركين فكندعوكم للاشتراك في القناة، ما بقى لنا والو 100,000 مشترك، فبالناس اللي مازال ما مشتركه وفي ساعه غادي نضربوها ونوصلوها. ودائما كنقول لكم اللي عنده شي قصه وباغي يحكي قصته فيتواصل معايا في الانستغرام ولا في الصفحه في الفيسبوك ويحكي لي القصه ديالو، ومن بعد ندوزها في القناه. المدونه ديال الكاتب محمد امين والصفحه ديالو والتواصل الاجتماعي ديالي بما فيهم الانستغرام والفيسبوك وكل التواصل الاجتماعي غادي تلقاهم في الوصف، فكنتمنى انكم تدخلوا لعندي، اضافه الى القناه ديالي الثانيه، اشتركوا عندي تماك وغادي يكون الخير ان شاء الله في قادم الايام. فالى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه من الله تعالى وبركاته. كان معكم حماد القرشي من هذه القناه الراوي ستوريز، وكنتمنى لكم كوابيس مرعبه. سلام.